أوقفت الشرطة الفرنسية شخصا يشتبه في تنفيذه لعملية الدهس التي عرفتها منطقة لوفالوا شمال غرب باريس. المشتبه به دهس بسيارته مجموعة من الجنود أثناء خروجهم من إحدى الثكنات العسكرية بالضاحية الباريسية لبدء دوريتهم. أسفر الحادث عن جرح 6 أفراد من الجيش على الأقل، من بينهم 3 عناصر إصابتهم وصفت بالخطيرة. الجرحى 3 الذين تمت معاينتهم جروحهم ليست بالخطيرة، وكما أشار وزير الداخلية فالإصابات لا تدعو للقلق كما وصفت في الساعات الأولى من الحادث، وهذا أمر يدعو إلى الارتياح. قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا على مكان الحادث بعد عمليات بحث مكثفة عن منفذ الهجوم والسيارة التي استخدمت في عملية الدهس. الجهود المبذولة من السلطات الفرنسية لم تتوقف عند هذا الحد، بل تمت مداهمة مبنى بعد ورود معلومات تفيد بوجود أشخاص داخله لهم صلة بالحادث، خصوصا بعد تولي قوات مكافحة الإرهاب مهمة التحقيق في الاعتداء. ما يمكن قوله هو أن قوات مكافحة الإرهاب تكلفت بهذا الملف وستشرع منذ اليوم بالبدء في التحقيق، ووفرت لذلك طاقات مهمة وكبيرة للغاية، بالإضافة إلى مجموعة من المتدخلين منهم مصالح باريس، بالإضافة لرجال الشرطة والدرك. تعتبر هذه العملية الأولى من نوعها في ضاحية لوفالوا بيري التي لم تشهد أي حادث أمني خطير من قبل، رغم أن فرنسا عرفت منذ عام 2015 سلسلة من الاعتداءات الإرهابية استهدفت تجمعات بشرية كبيرة في مناطق ذات قيم رمزية وأوقعت أكثر من 240 قتيلاً.